تعديل المرتبات، زيادة الكادر، رفع الأجور، مترادفات أصبحت في صدارة أخبار المعلم المصري. المنظومة التعليمية باتت تواجه الكثير من التحديات، خاصة بعد خروجها من قائمة أولويات التطوير على مدار عقود، لكن المشاكل التي تواجه المدرس في مصر تعد الأبرز في هذا الملف. كليات التربية لم تعد كسابق عهدها من كليات القمة، وأجور المعلمين هبط عليها الجليد إلى أن أصبحت من ضمن الأجور الأقل على مستوى مختلف الوظائف والمهن. مراراً وتكراراً طالب المعلمون بتحسين الأجور، لكنها لم تزد بالقدر الكافي الذي يتناسب مع وضع المعلم ومكانته، وهو ما دفع معظم المدرسين إلى البحث عن زيادة الدخل خارج أسوار المدرسة من خلال الدروس الخصوصية، بل واضطر بعض المدرسين من الشباب لاستحداث طرق جديدة في التدريس قد تساعد في جذب مزيد من الطلبة. هنا يكمن السؤال الأهم، إذا كنا نعني بالمستقبل فكيف نهمل أحد أهم صناعه؟ فيبرز لدينا الدور الهام للدولة في الإصلاح واتخاذ خطوات جادة وإيجابية من أجل إعادة المعلم إلى مكانته المرموقة في المجتمع، وهو ما يلقي بظلاله على جودة وكفاءة التعليم في مصر.